إذا هون راح أفترض الآن إنه الأبليكيشن عندي بدي أرفع 200 كيلوغرام، بدي أرفعهم مسافة هاي ال 20 متر في فترة زمنية 40 سكند على تراينجلر بروفايل زي هيك. التوب سبيد عندي لقيتها إنها 1 متر بير سكند من هون لهون. والآن بدي أعمل الجير بوكس ريشو، خلينا نطلع الجير بوكس ريشو. خلينا أفترض إنه عندي هلا هون بده يصير في عندي شوية ترايل أند إيرور. خليني افترض انه الدايمتر تبع البولي اللي موجوده هون 1 متر، هاي ام 1. هلا من هون في عندي جير بوكس ريشو مش عارف شو هي، بدي اختارها. وبعدين عندي هون محرك، والمحرك في له راح يكون سينكرونس ويس، وراح افترض انه اندكشن موتور. هون راح افترض انه سكور ليكيج اندكشن موتور. خلينا هلا هون نختار نشوف. هلا لو كان عندي هذا 1 متر بالثانية، وفرضنا هذا كان 1 متر، قديش راح يكون عندي هون اوميجا ماكس؟ بقدر احسبها. مش هيك؟ شو بعمل؟ قديش اوميجا؟ بتطلع راديوس في على على الراديوس، في على الراديوس راح تكون 1 على نص نص اللي هي 2. إذن هذه 2 radians per second. هلا لو فرضنا انه هذا انا اخترته بحيث انه 1000 RPM المحرك، خلينا نشوف اذا هذا مناسب ولا مش مناسب، وشو بيطلع معي الجير بوكس. 1000 RPM هل بقدر اشتغل في الار بي ام؟ لا لا. شو بدي احولها؟ طيب اذا ننسى ناخذ معك آلة حاسبة. نقسم 1000 على 60 مش هيك؟ مضروب تعطيني ريفولوشن بير سكند، بعدين بضربها في 2 في باي تعطيني 104.7 راديانز بير سكند. اذا تقريبا قديش بدها تكون الريدكشن جير بوكس ريشو حتى احول من 104 ل 2؟ 70 50 حوالي ال 50 50 ناخذ ال 50. اظني بعرف اذا في ستاندرد، طبعا انا بدي افتش على ستاندرد فاليوز. خلينا نفترض انها 49 لواحد. اوكي 49 لواحد معناها انه راح يقدر يتجاوز هاي بشويه زياده، مش هيك؟ لانه يقسم 104.7 على 49. بس طبعا انا هون اخذت السينكرونس سبيد. ايش مش دقيق بهذا؟ في سليب في الموضوع، سليب راح يكون في عندي سليب. وسليب بس السليب هلا صار قليل كثير، السليب بيكون حوالي 1.5% او هيك، واحد زي كثير. اوكي اذا خلينا نحط هلا البارامتر تبع السيستم. راح نحط انه ار جي، احنا شايفين انه ار جي انه 49 لواحد او 1 ل 49 مناسب كريدكشن ريشو، ونحط الدي اس 1 متر. صار عندي هلا تقريبا كل البارامترز موجوده، عندي ام 1 موجوده. هلا بدنا نضيف انه الاي للشيف هاي خلينا افترض انها بوينت، خلينا افترض انها 1 كيلوغرام متر سكوير. افترض انها 1 كيلوغرام متر سكوير، رح نشوف بعدين اذا هذا رقم منطقي ولا لا. وبعدين بنشوف لما نيجي على المحرك بنحط الانرشا تبعت الروتر تبعت المحرك وبنحسب. وقف يا عبد الله.